Calculate the support reactions at A and B for the beam subjected in the two linearly distributed load. طبعا عندنا هنا A Y و A X بصفر لأن مفيش لود أفقية، وعندنا هنا B Y، وممكن أقسم كده تعالوا بقى نحسب ايه اللي عندنا. 4 × 4 = 16، نص في 4 في الفرق ده اللي هو 2، نص في 4 × 2 يعني 4، هنا 6 × 2 = 12، ونص في 6 في الارتفاع ده 4 اللي هو فرق بين 2 و6، نص في 6 × 4 يعني 12. المثلث عن التلت من جهة الارتفاع الأكبر وتلتين من هنا. مبدئيا ده في المستطيل في النص، يعني دي الحتة دي 3، ومن هنا الحتة دي 4، يبقى ده 2. وبالنسبة لده هتبقى الحتة دي 4 على 3 اللي هي 1.33، ومن هنا دي 6 تبقى ده 2. كده عندي 1 2 3 4 قوى لتحت واتنين لفوق، وسيجما الاف اكس هتديني ان الاي اكس بصفر. طب انا اقدر ابدأ بسيجما الاف المومنت عند الاي يساوي صفر، اجيب منها البي واي، وسيجما المومنت عند البي يساوي صفر، اجيب منها الاي واي. طبعا ليه ما خدت السيجما الاف واي؟ هسيبها للتشييك عشان لو غلطت في واحده ما غلطش في التانية. السيجما الاف واي لو جبت واحده غلط التانية هتطلع غلط، لكن المومنت لا ملهمش علاقه ببعض. الاي اكس هنا بصفر. طب بالنسبه بقى للمومنت عند الاي، طبعا ده يطير وده يطير، هيبقى السالب 16 × 2 وسالب 4 في المسافة دي من هنا لغاية هنا، يعني 4 ناقص 1.4 ناقص 1.33، وسالب 12 × 4 + 2 = 6، وسالب 12 التانية في 4 + دي طبعا دي 3، دي 3 ودي 3، 4 و3 = 7، زائد البي واي في المسافة كلها اللي هي 6 × 4 = 10 يساوي صفر. إذا البي واي بيساوي كذا كيلو متر. 32 + 4 × 4.133 12 × 6 16 × 2 4 × 4 = 1.33 كله بالزائد، وديتها زائد 72 + 12 × 7 = 84 تقسيم 10، طلع الجواب 19.87. يبقى دي الفورس الأولانية أو الرياكشن الأولاني عند البي. لازم لما أجيب عند أجيب الأي واخد مومنت هنا يطلعوا مجموع الاتنين دول مجموع اللودز اللي نازلة اللي هي 44. سيجما المومنت عند البي نبدأ بال 12، 12 × 3 زائد 12 التانية في دي 2 يبقى الباقي 4، زائد الأربعة في الأربعة دي هتبقى 6 زائد ده يعني 7.33. آخر 16 × 6 = 8 ناقص الـ AY في المسافة كلها اللي هي 10. إذن الـ AY يساوي 12 في، طبعا ده يروح لك بالموجب، يبقى 36 × 48 4 × 7.30 16 × 8
تقسيم 10 يعني 24.13. طبعا نقسم على 10. طيب دلوقتي فور تشيك هقول كده ال اي واي زائد ال بي واي كام؟ هجمع الرقم ده مع ده زائد 19.87 طلع 44 يساوي مين؟ يساوي كل اللي نازل اللي هو 4 زائد 16 زائد 12 زائد 12 اللي هم 44 كده. أقول أوكي.